حضراتكم أعزائي المشاهدين وتغطية جديدة من محافظة الشرقية وتحديدا من قرية كفر عجيبة تابعة لمركز مدينة هيا. النهاردة احنا موجودين في منزل أسرة المتوفاة إلى رحمة مولاها فاطمة محمد حسن. يمكن فاطمة عندها 40 سنة، ست كانت مكافحة بتشقى على أكل عيشها وبتسعى، ربنا أكرمها يعني تزوجت من حوالي 20 سنة تقريبا وربنا أكرمها وأنجبت 3 أولاد ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. حصل خلافات ما بين الضحية وزوجها، يعني وصلت أو نهاية المطاف اللي هو أنهى حياتها. هنعرف تفاصيل أكتر طبعا، وبنقدم برضو خالص العزاء لأسرة الفقيدة إلى رحمة مولاها، ربنا يغفر لها ويرحمها. عايزك تقول لي يعني تعرف لي بنفسك كده. اسمي أحمد محمد حسن. أنت شقيق أخت فاطمة محمد حسن. أخو فاطمة. كلمني كده عن فاطمة، يعني فاطمة اتجوزت من إمتى وكانت عايشة مع جوزها إزاي؟ دي بقى متجوزة بقالها 20 سنة هناك وشغالة عشان تسع لعيالها، وهو ما بيشتغلش وطول عمرها شغال عند بيوت الناس، وشغل اشتغلت في مهن كتير، اشتغل في كل مهنة يعني في كل المهن اشتغلت فيها عشان برضه تربي عيلة بالحلال. زليلها وتيجي تغضب كل مرة هنا، نقوم احنا نروح نقولها عشان نربي عيالنا. يا فاطمة غلط اللي انت بتعملي، قالت عيالي. يعني انت ووالدها دايما كنت بتصحوها مثلا، يعني هي كانت بتصمم ان هي ترجع. ترجع ويقوم برضك يخبطها، خبطها قبل كده بالشومة ودخلت المستشفي، قعدت سنة فيه وعملت عملية في راسها من سبب الخبطة اللي هو خبطها، ورجعت بعدها بشهرين بعد ما قامت اجت على هنا، اجا وجاب لها تخبطك معلش ومش عارف ايه، ويجي يعمل دور الحنية علينا. وفاطمة اختي تقول ولما خبطها اجا هنا هي كانت بتصمم ان هي ترجع على طول عشان العيال، عشان العيال. اقول يا فاطمة هيموتك يا بنت، هيموتك وعياله قبل كده اللي هم من المرة التانية ضاربينها، يعني كل حال. هي فاطمة رحمة الله عليها كانت ست مكافحة بتحب الشغل عشان الدي تشتغل عنده، يعني هي ربت ولادها من عرج بلاهي. من عرجها كل جنيه في بيته بتاع فاطمة اختي، كل جنيه بتاع فاطمة اختي هي اللي كانت بتلم عليه، وهي اللي كانت هي اللي عملت له كل حاجة، اقسم بالله اشهد على الكلام ده. انا مش اتوقع ان كان يخبطها الخبطه دي، انا نفس اللي اخوها مش كنت اتوقع ان هو يخبطها الخبطه دي. هي بتقول ان هي كانت غضبانه هنا بقى لها سنه وحاجات بسيطه كده حدانا في البيت هنا. وبعدين اجا كان كل يوم مثلا كل اسبوع يجي مره وحطها والعيال بتاكل. بعدها بنص ساعة بالظبط راح. خلي القط لك شبكة من برا. يعني عملت له كل حاجة وكان يجي يخبطها. قبل كده في الشارع هنا حصل معاها موقف واحنا صغار، الكلام ده بقاله 10 سنين، خبط اختي بقلب الطوب هنا وامي كانت موجوده قبل ما تتطلق، خبطها بقلب الطوب هنا وخدها على المكنه ومشي. وابويا غلبان راجل كبير خدها ومشي. ابويا راح قام دنه يسب له الدين ودنه يقل ادبه عليه، ابويا راجل كبير واحنا لسه صغار، قال له مش عيب يا محمود، قال له امشي من هنا عشان مش هموتك. اللي حصل احنا نايمين هنا واجت واحده وعياله عيال محمود لحزبنا الله ونعم الوكيل فيه،
كانوا قاعدين هنا وجاب الطعمية أختي جو، جاب الطعمية ورماها هنا، والعيال قالت قال يا فاطمة تعال نجيب شوية فاكهة للعيال ياكل، جاب لهم أنواع الفك. راحوا العزبة اسمها عزبة البيع حدانا جانبنا، راحوا وهم راجعين خبط، اجت الولاية صوات صوات، دقة طلع جري خبطها وجري، والنسوانة جارية من الشارع طلعت على الشارع ايه اللي فيه اختي، قالوا الحق اختك، اخويا الكبير اللي هو اكبر مني شاف الموقف انهبل وكان ماشي يقع في الارض ماشي، يعني ما شاف الموقف اختي في الدم اللي هي فيه، ابنها التلات عيال العيلين اللي هم هنا شالوا امهم من على الارض، بقول شيل اخت وعلى مسؤوليتها. اجى الاسعاف تكلمت مع ام الوليه اللي اجت صحتنا من هنا ابنها. دلوقتي طبعا هي كانت بتقول لي في ال... كانت بتقول ايه خد بالكم وصلتنا على العيال، توسطت قالت خدوا بالكم من عيالي يا فاطمه من اللي خبطك، وانا ايه عمال اعيط، قالت جوزي خبطنا وجري، خدوا بالكم من العيال مش تروحوهم، حقي مش تسيبوه، تقابل ايه نفس بتاعها يروح خالص. واجت ابن الوليه اللي جت صحتنا من هنا قالت له الحق جوزي خبطنا وجري، قابل ما الدم يطرش ايه من زورها وقابل كل حاجه. يعني اختك يعني انت بتقول دلوقتي هي ذنبها ايه يعني فيها كده يعني؟ كل مره عايشه في مرار دي منها. انت بتطالب بيه؟ انا بطالب ان انا عايز حق اختي. المرحوم اخويا اسمه محمد حسن. يعني تكلميني عن اختك، كان عايش معاك ازاي؟ اختي اختي فاطمه كانت والله غلبانه واحلى معامله وبتصرف عليا، وكانت يعني انا مامتي متطلقه وكده، كانت بتقول لي انت بنتي يا اسماء انت مش اختي، وكانت بتحبني وبتصرف عليا واحلى معامله، وكانت كل ما ترن على جوزها تجيبه، اترى كان مخطط عليا من امبارح اللي هو يجي هنا ويقتلها فين في بلدنا، يعني ياخدها من بيتنا ويقتلها في حته مقطعه في البلد. هي كانت بتحيي عليك وكانت وجدعه مع اي حد. وراحت قبل كده برضك اول امبارح عند الراجل جوز اختي تاني، راحوا وكانوا رايحين يشتروا عربيه كار، وكان يعني مستني ان هو عايز يقتلها عند الراجل ده، دي اللي هو جوز اختي التاني، يعني مخطط لها من زمان ان هو عايز يأذيها، ان هو بيعمل ده كله مفاكره ان هي هتعمل حاجه لابوها زي ما هي عملت له هناك، هو فكر في دماغه كده، وطول عمر اخته متبهدله وطول عمرها شغاله عند الناس. طيب انت دلوقتي يعني انا مش هقدر اقول حاجه، انا عايزه حق اختي زي ما هو مات، اختي ماتت هو يموت، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. مش تستاهل، مش تستاهل خالص، احنا لما رحنا شفنا الموقف انصدمنا. محمد خليل من صبيع، دي زوجتها الكبير. انا فاطمه ديت مش كنت بعتبرها اخت مراتي، لا دي اخت وحنوني وشجيت وتعبت طول حياتها من صغرها وهي تعباني وشجياني عشان خاطر عيالي واخواتي، تعبت وكانت تصرف على اخواتها، ابوها راجل كبير، ابوها راجل كبير، وهي اللي بتصرف على اخواتها، وهي اللي اخ في السجن وهي اللي بتصرف عليه. يعني هي متوفيه، امهم متوفيين. ثلاث بنات، امهم متوفيين. يعني هي اللي كانت بتشقى وهي اللي كانت بتشقى شقت على عيالها، وهي اللي خلت جوزها دي بني ادم وقفته على رجليه. يعني هي وربنا فوق وهي تحت. هي اللي وقفت مع عملته بني ادم. وهي الخير اللي هو فيه
من فضل ربنا وهي يعني. يعني وفاتها مأثرة فيك برضه؟ لا اخت، انا بقول لك انا مش 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 اخت مراتي، اخت، انا بعتبرها اخت، بعتبرها اخت. كفايه عيالي دولي مين بتخش على عيالي؟ ما فيش حد بخش على عيالي الا هي، عيال اختي. زي ما كانت حنونه يعني. هي حنونه وحنونه على عيالي، وحنونه وكاد بتحب عيالها وعيالها بحبها موت. يعني البنت الصغيره بنتي دي قاعده بتعيط عشان خالتها، ما تقول بتعيط عشان خالتها. احنا مش عاوزين الا عدل ربني بس. ربنا قضاء ربنا، ها زي ما كنا واثقين في قضاء ربنا يجيب لنا حقنا بس. احنا مش عايزين حاجه كده، وطالبين ينعدم في مكان عام قدام الناس ان شاء الله. مش ينحكم، مش ينحكم عليه في محكمه قدام الناس كده، قدام الشعب كله يتفرج عليه وبينحكم بس. يعني مشاهدينا الاكرام ومشاهدي مصر اليوم، دي كانت متابعه من هنا من اسره المتوفاه الى رحمه مولاها يعني فاطمه محمد حسن. زي قلت لحضراتكم ربه منزل بتعول ثلاث اولاد، متزوجه من حوالي 20 سنه تقريبا، وكانت هي اللي بتلف يعني، وهي اللي بتسعى وهي اللي بتشقى على اولادها، وكانت بتشتغل. وزي ما بيؤكدوا اسرتها هنا اشقائها وزوج اختها بيؤكدوا ان هي كانت بتشتغل وبتجد وبتجتهد وبتكافح علشان خاطر تربي اولادها بالحلال. حصلت مناوشات وخلافات زوجية بينها وبين زوجها يعني طعنها وأودى بحياتها. تم طبعا بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، والأسرة بتطالب بالقصاص. دي كانت متابعة، إلى أن نلقاكم إن شاء الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.